السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتولاب. كالعادة شرح جديد مثل ما وعدتكم. راح نسحب قدامكم عملة لونر. راح نروح على لونر اكاونت. وصلت 37 قطعة. الحين راح اسوي لها كليم. تابعوا معي الفيديو للاخر عشان تعرفون كيف اذا وصلتم ل 35 قطعة مثل ما شرحنا قبل تقدرون تسحبونها. إذا رحنا على كوين ماركت كاب نحصل عملة لونر. طبعا سعرها 4.07 حاليا دولار. هذا الكونتراكت حقتها لازم نضيفها طبعا على المحفظة عشان يبين معنا الرصيد. الفوليوم اليومي حقتها 425 ألف. توتال سبلاي 250 مليون. لازلنا تحت نشوف أعلى سعر. أقل سعر وصلت له اللونر طبعا راح نحصلها أول تايم هاي 57 قبل 16 يوم فقط. اصلا 16 يوم ابتدى المشروع اوكي، ووصلت لين 2.73 دولار قبل 9 ساعات. فهذا السعر ممكن تخليه، يعني المبلغ هذا ممكن تخزن النص وتبيع النص. احتمال ترتفع ثاني يعني ترد الى وين كانت. المهم بنروح اول شيء على الاكستنشن هذه هي حتحصلها هنا. اذا عندك موبايل راح تحمل تطبيق زيل باي اوكي، راح تحمله راح يبين معك بهذا الشكل. ضروري عملة زيل عشان الترانزاكشن فيز وكل هذا. راح تحصلها في باينانس. اذا رحنا على عملة زيل هنا ندور عليها ونشوف كم سعرها. زيليكا اوكي، هذه هي. فسعرها رخيص 0.10. فيك تشتري 60 أو 70 قطعة. بتروح على الماركت هنا تشوف اي منصات موجودة عليها. موجودة على باينانس طبعا، هذه هي باينانس اوكي، كيكوان، يوبي. ضروري عملة زيل عشان تقدر تسحب رصيد وكذلك تقدر تسوي ترانزاكشن الى دولار. المهم اول شي راح احتاج الحين الكونتراكت اضيفه على الوالد. هذه هي كونتراكت حق اللونر. راح اختار هنا اللونر اوكي، اجيب الكونتراكت. فهذا هو اوكي الكونتراكت حقتها. كوبي بهذا الشكل وبروح على الاكستنشن. انا مسويها في وضع الويب. فيك انت تدخل هنا او على الموبايل راح تحصلها في الخانة هنا. هذه هي راح تسوي اضافة بالزائد وتحط الكونتراكت بهذا الشكل. راح يعطيك لونر كام سيف توكن عشان لما نبعت الرصيد يبين معانا هنا. تمام خلاص. الحين راح نروح على الموقع. هنا راح اسوي كليم لونر. رصيدي 37.23. اخر فيديو راح اشرح كيف طريقة اشتغال الناس الجدد. راح اسوي كليم، اسوي ماكس. طبعا هو راح يخصم لي تقريبا 3.7 قطع. انت لما توصل 35 راح يخصم لك 3.7 قطع اوكي. راح يوصل 33.51. هنا الفراز اوكي اللي انشأناه ونكست. فانا قاعدة انتظر هنا كليم بس يبين معايا هنا في البالانس. راح اسوي له ساند الى المحفظة. فبنتظر معاكم لين يبين. فتمام اوكي خلاص. اخذ بس تقريبا دقيقة. الحين مبين معايا في البالانس هنا 33. الحين راح اسوي ساند لونر. طبعا راح ابعتها الى وين، الى محفظتي حق زيل باي عشان راح تبين معايا هنا مثل ما خبرتكم. وين اظن انا الاكستنشن احسن عشان تبين هنا هذه لونر اوكي، عشان اقدر اسويها سواب الى USDT. الحين بنروح على لونر، هذه ساند لونر اوكي، ماكس، نيكست. الحين راح احط عنوان الولد حقتي وكونفيرميشن والباسورد حقتي ونيكست. فبتروح على الولد حقتك، تختار الاكونت حقتك، عنوان الزيل هو نفس العنوان طبعا، نفس العنوان حق اليونان. هذا تسوي له كوبي وتتأكد انه الوالد هي نفسها. فهذا هو I confirm
ولا نحط الباسورد اللي نختار. ونعطيه نيكست. تمام، ساندين قاعد انتظر، هو قاعد يبعد. بس توصلني راح اراويكم السحب. وصلت بس دقايق توصل، ونروح نحولها على هنا جيت لونر، نحولها الى USDT. فبياخد وقت، انا قاعد انتظر لسه ما وصل شيء. فتمام، مبروك علينا جميعا، السنت وصلت 33.51. الحين ما راح اسحبها الى USDT. طبعا راح يصير عندي 5 قطع سحب، يعني ضروري سحب المرة الثانية راح اسحب فقط 5 قطع. يعني الشرط الاول كان 35 قطعة، الحين صار ريديوس الى 5 قطع. فال5 قطع بتجمعها في يومين على حسب نقاطك طبعا، في يومين، وكل 5 نقاط 5 قطع. اشوف كم سعرها، اذا كل يومين كم راح تكسب. فبالحين بروح على جيت لونر هنا واحولها الى USDT، راح اخبركم الطريقة كيف. فبالحين راح نروح نسوي كونكت الوالد. كونكت هنا راح اختار زيل باي كونكت، راح يعطيني بهذا الشكل كونكت. تمام، الحين راح يبين معايا هنا كم معايا رصيد، بس راح يسوي كونكت الأول. تمام، اوكي، you are connected to زيل باي. فهذا هو رصيدي حق الزيل، هذا رصيدي اللونر. طبعا راح نسوينا لها كده، بنشوف كم سعرها ب USDT. USDT تمام، قطعة واحدة بكم؟ 4.27. طبعا هي الشارت قاعد، شوف كم من كانت لين نزلت ضربة واحدة. هذا الشارت ممكن ترتفع، المهم أنا راح أبيع بس 20 قطعة. إذا شفت كم معي الحين كلها كم ماكس 143. فببيع 25 قطعة وخلي الباقي، يعني 33 ناقص 25 8 قطع. إذا وصل السعر مثل ما كان يعني في 54، راح نشوف كم راح يعطينا ربح، 432. فبخلي 8 قطع احتياط للهذا، ببيع هذا 25. فانلوك اول شي، بنشوف كم راح ندفع فيه. عشان كده لازم تخلون الزيل عندكم في الوالد. اوكي، كونفيرميشن، راح يخصم يمكن 10 زيل. ننتظر. submitted. فا اوكي، confirmation هذه هي. الحين راح اسوي swap، هذه هي اوكي swap. كذلك راح ندفع fees حق swap. طبعا الفيز هذا. تمام، confirmation، ننتظر سبميت. فمبروك علينا، تمت العملية بنجاح، 106 دولار، باقي لي بنس 8.50. فمبروك علينا، اشتغلنا عليه 10 أيام وبانت النتيجة، الحمد لله الحمد لله. المهم اشتغلوا عليه الحين شغلانة صح، حاولوا تجيبون أكثر استفادة. طبعا انت كل يوم بيعطيك الموقع إذا أتممت كل الشروط 2.5 أو 7 أو 6 بهذا السعر. أنا إذا رحنا على اللونار راح تشوف هنا الريورد حقتي، راح أراويكم. حين عندي 300 نقطة من لينك كليكس، أنا أتممت أول شرط،
اوكي لينك كليكس يعني نقرات اتمنتهم، باقي لي التايم سايت هذا بيتأخر شوية، لازم كل 10 يعني كل 10 دقائق تجلس في الموقع، يعني اجلس في الموقع ساعتين متواصلة تاخذ 120 نقطة. الشيرز طبعا الشيرز بتروح على هنا للناس الجدد اللي مش فاهمة، الشير هنا بتروح فقط لأي مكان من هذا، اوكي هذا العلامة اوكي، او هنا في اي مقالة تشوفها، هذا تسوي لها 20 مرة شير، 20 مرة شير على تويتر او هذه، يعني بختار انا مثلا هذه جلوبال اوكي، بضغط عليها هاي البيج، فبتضغط على تويتر هنا هنا اوكي، راح تسوي تويتر، تضغط على تويتر تروح تسوي له شير، اجلس دقيقة دقيقتين وبعدين روح على شي تاني نفس الشي شير، كلهم شير 20 مرة، بس حاسب التويتر لا يحذفك يعني، لأنه الشير على كذا مرة وبسرعة بيصير حذف من التويتر، فبتضغطها على هذه المقالة كذلك، أي شي طاحت لك عينك فيها سوي لها شير 20 مرة، حين على هاي الدائري أوكي تويتر نفس الشي، تضغط عليها بهذا الشكل تروح تسوي لها تويتاية. الحين بنروح على البوينت نشرح شي تاني، هنا الريفرر، هنا الريفرر، هنا تاخد رابط إحالتك وتروج، تاخد 5 نقاط على كل إحالة، عندك حق في اليوم 5 أشخاص يتجرون تحتك هذه أوكي ريفرر لينك. نروح على البوينت بنشوف إيش تاني كمان، فيو بوينت ديلي اكتيف، طبعا هذه تنحسب لك اول ما تدخل للموقع، كل يوم تدخل تاخذ 5 نقاط. ريفرر تاخذ هنا اذا رحنا على حسابات النقاط لانه مش متذكرة، طيب هنا حسابات النقاط هم بيوزعوا كل يوم 65,000 قطعة من عملة لونر على جميع المشتركين في الموقع الفعالين، يعني الفعالين اللي يجلسون يسوون المهام اللي قاعدين نسويها، نجلس في الموقع ساعتين نجيب 50 نقرة على المواقع، على المواقع اللي خبرتكم عليها قبل شوية، الشيرز كذلك لما نروح نسوي تويتر 20 نقطة، ريفر فرند 5 نقطة، تنجمع كل هذا وتنضرب في 5 بيعطوك رصيد حلو فيها. طبعا طريقة الاحتساب هذا الضرب يعني الريفرنس، إذا وصلت إلى 100 ريفرنس تاخد 1.5 ضرب، إذا وصلت إلى 30 على اليوزر ستيكر تاخد 3 ضرب أوكي. التايم احنا خلاص كملناها 3 ضرب 3. المهم بنروح الحين الاحتسابات النقاط عشان الناس الجديدة، يعني طبعا ليفل 0 ليفل 1، احنا في ليفل 1 ليفل 2 هذا لازم يكون عندك 30، ما ادري متى راح ينقلونا الى ليفل 2 عشان يعني وصلنا ل 30 نقطة. طبعا اكشن هنا بوينت ليميت ماكس ديلي بوينت نيو اكونت، الناس الجدد اللي راح تتسجل راح تاخذ مرة واحدة 25 نقطة، طبعا اد فيرست هولدين انا شرحتها في الفيديو السابق 25 نقطة، كذلك add first alert 25 نقطة، connect تويتر 25 نقطة، هذه كلها one time يعني مرة واحدة راح تاخدها. daily active user هذه كل يوم راح تاخد 5 نقاط، max daily 5 نقاط اوكي one per day، هنا كل شي شارحين لك. every 10 minutes on الموقع يعني كل 10 دقائق في الموقع راح تاخد 10 point، عندك 12 per day يعني 12 في 10 120، 120 يعني ساعتين لازم تجلس في الموقع. لينك شير اوكي، لينك شير هذه نقطتين على كل شيرة سويناها، مثل ما خبرتكم لينك شير هنا وين بنروح، تروح على ديك الدائرية يعني هذه مثل هذه مثل هذه، تسوي لها شير، شير يعني تويتر، تروح على تويتر تسوي لها شير 20 مرة تاخد نقطتين
أظن 10 مرات. أوكي بس نرجع، هذه هي 10 مرات تاخذ نقطتين، يعني المجموع 20، يعني بس 10 مرات شير تسوي لها. هنا لينك كليكس 50 مرة، الناس تزور الروابط، يعني بتاخذ أي رابط. هذا هو مثلا هذا الرابط، أوكي تاخذ كوبي هنا وتروح على مواقع، تجيب مواقع مثلا ناس تعرفهم، تقول لهم اضغطوا لي على الرابط هذا وخلاص. فاهم؟ انا كنت شرحت قبل هذا، ما فينا اتكلم عليه الحين. فتاخذ نقط، كل 50 كليكاية نقرا 50 نقطة. اوكي هنا الفرانتينج 5، عندك 5 في اليوم. الإحالة يعني الناس اللي راح تحيلها، هنا وين هذه هي راح تحيلها، ريفرال فريند، تاخذ رابط الإحالة كوبي بهذا الشكل، تجيب كل يوم 5 إحالات وتاخذ 5 بوينت، يعني 5 في 5 25. يعني الحين فهمنا كل شيء. إذا رحنا على الموقع ورحنا على البوينت حقتنا فيو بوينت، أوكي أريد بس أحسب لكم، هنا ديلي أكتيف لازم يكون عندك 5، هنا فريند ريفرالز لازم يكون عندك 25 نقطة. لما توصل 25 نقطة ما تشتغل على الفريند ريفرالز. هنا الشير، لما توصل إلى شير 20 نقطة خلاص يوقف الشغل على الموقع. هنا اللينك كليكس لما توصل 50 يوقف على يعني خلاص ما تعد تبعت للناس إنهم يسووا لك كليك. تايم اون سايت 120 توصلها خلاص. الحين تكون خلصت جميع الشروط. هنا مش شرط انك ما تجيب احالات، يعني جيب احالات او ما تجيبها، اهم شيء الضرب. هنا حاول الضرب تعلي، كل ما جاك احالات يعني اكتر يكون عندك ضرب اقوى. احنا انا وصلت هذا خلاص افريج تايم سايت، وصلت لـ3، ما اظن في شيء تاني لين ننتقل للليفل 2. ليفل 2 ما ادري شروطه الحين. مبروك عليكم للناس اشتغلت معاي قبل 10 أيام، الحين فيكم تسحبون طبعا. اللي اشتغل معاي كل يوم، كل يوم أذكرك على قناتي تذكير هام جدا إنكم تشتغلوا عليه، دائما أذكركم. وعشان كده في ناس سحبت معاي البارح، واليوم أنا سحبت والحمد لله. وهذا الإثبات قدامكم، 106 دولار، خلي 8 يعني للزمن، ممكن توصل لـ54، ونصير نسحب 400 وشي. أشوفكم على خير في فيديو لاحق. مع السلامة.